هنا تقوم المياه بإغراق المدن وتدمير الأبنية وجرف البشر والحجر، محققة قوة تدميرية قصوى. وقبل أيام العشرات يموتون في إيران والإمارات، وهنا شح في المياه فلا ماء ولا حياة، والقوة التدميرية زادت ولم تنقص، وهنا حر شديد يفتك بالبشر، والآلاف يموتون في البلاد التي تعرف ببرودتها. التوازن، هذا ما يريده العالم ويفقده في الآن نفسه. وعندما ترى المجتمع الدولي يدق ناقوس الخطر، فهو بذلك لا يريد خطط ذكية لإنقاذ الكوكب، وإنما يريد أن يتوقف البشر عما يفعلوا، فيعود التوازن المطلوب، والذي لو فقده العالم فإننا غالبا مقبلون على نهاية مأساوية. فهل سمعت يوما عن غضب المياه؟ في حال لم تسمع فهذا الفيديو موجه لك، لكي تعرف ماذا ستفعل المياه بالبشرية خلال الأعوام القادمة. فهيا نبدأ جولتنا، نغوص في أعماق المحيطات لنخرج بعيدا في الصحراء. الفيضانات، غضب المياه. أي منطقة يسقط فيها المطر معرضة لوقوع الفيضانات، لذا فإن عدد الأماكن التي لا تشكل فيها الفيضانات مصدر قلق هي قليلة جدا. ويحدث الفيضان عندما تغمر المياه الأرض التي عادة ما تكون جافة. وعلى الرغم من أن المطر ليس السبب الوحيد للفيضانات، حيث يمكن أن تحدث بعدة طرق مثل انهيار السدود والذوبان السريع للجليد. وهناك الفيضانات الساحلية التي تحدث عندما تتسبب عاصفة كبيرة أو تسونامي في ارتفاع منسوب مياه البحر إلى الداخل. كما يوجد نوعين من الفيضانات، منها الذي يحتاج ساعات أو حتى أياما ليتطور، والآخر يسمى بالخاطف وشديد الخطورة، حيث يتحول على الفور إلى سيل عارم يكتسح كل ما هو أمامه. ويزيد تغير المناخ من مخاطر الفيضانات في جميع أنحاء العالم، لا سيما في المناطق الساحلية والمنخفضة. تشير التقديرات إلى أن 1,470,000,000 شخص على مستوى العالم معرضون بشكل مباشر لخطر الفيضانات الشديدة، أكثر من ثلثهم أي حوالي 600,000,000 من الفقراء. ومن لم يتأثر بشكل مباشر وفوري من الفيضانات فإن التأثيرات غير المباشرة ستفتك به. فعندما تنحسر مياه الفيضانات غالبا ما تغطي المناطق المتضررة بالطين، ويمكن أن تتلوث المياه والمناظر الطبيعية بمواد خطرة مثل المبيدات الحشرية والوقود ومياه الصرف الصحي غير المعالجة. وبسبب انقطاع التيار الكهربائي والمياه الصالحة للشرب، قد يتعرض الآلاف لخطر التسمم والموت. تتسبب الفيضانات في أضرار تزيد على 40,000,000,000,000 في جميع أنحاء العالم سنويا. ففي أمريكا وحدها يقترب متوسط الخسائر من 8,000,000,000,000 سنويا، والتي يوجد فيها 679 مجتمعا معرضا لحدوث فيضانات متكررة. تحدث أكثر الفيضانات المدمرة في شرق وجنوب آسيا وتحديدا في الصين، وفيها حدثت أكبر الفيضانات في التاريخ، والتي حصدت الملايين من الأرواح ودمرت الآلاف من المدن والقرى. ففي عام 1887 وقع فيضان النهر الأصفر، وهو الثاني أطول نهر في الصين. حدث ذلك بسبب الأمطار الغزيرة التي استمرت لعدة أيام، حيث ارتفع منسوب المياه بشكل كبير وتخطى ارتفاع السدود، فغمرت المياه الزائدة أكثر من 130,000 كيلومتر مربع من الأراضي. تسبب الفيضان حينها بتشريد نحو 2,000,000 شخص، وأودى بحياة 900,000 شخص، وبعض التقديرات تشير إلى أن عدد القتلى تجاوز 2,000,000 شخص. كما انتشرت الأوبئة والأمراض ومات الآلاف بسبب نقص الغذاء. بعد مرور عشرات السنوات وقع فيضان النهر الأصفر للمرة الثانية، وذلك عام 1938، لكنه هذه المرة كان متعمدا خلال الحرب التي وقعت بين الصين واليابان. تسبب الفيضان بمقتل نحو 800,000 شخص وتشريد نحو 4,000,000 آخرين.
وفي عام 1975 وقع فيضان سد بانكيو في مقاطعة هاينان الغربية في الصين. مات خلال الفيضان نحو 150 ألف شخص، ليكون واحداً من أكثر الكوارث التي سببتها الأعاصير في التاريخ. والفيضان الأخير والأكثر تدميراً حدث أيضاً في الصين، وهذه المرة تسبب فيه النهر الأطول في آسيا، وهو نهر يانغتسي، والمسؤول عما يقرب من ثلاثة أرباع فيضانات الصين. حدث الفيضان عام 1945 وتسبب بمقتل نحو 145 ألف شخص، وعانى الآلاف من الجوع وانتشار الأمراض والأوبئة. غضب المياه وتأثيرها على البشر لم يتوقف على الفيضانات فقط، وإنما هناك كارثة أخرى قد نشهدها في الأعوام القادمة. فبسبب التغير المناخي وذوبان الثلوج الذي أدى إلى ارتفاع منسوب مياه البحار، قد نكون أمام اختفاء جماعي للدول والمدن. اختفاء المدن الساحلية. حرارة مرتفعة تتزايد سنويا دون توقف تؤدي إلى تسارع ذوبان الأنهار الجليدية، فتذهب تلك المياه الزائدة إلى المحيطات. هذه هي المعادلة ببساطة، والمتضرر الأكبر هي المدن الساحلية. ولسوء الحظ، فإن أكبر المدن في العالم معظمها ساحلية. ولإيضاح حجم الخطورة على المنطقة العربية، فإن زيادة مستوى المياه مترا واحدا فقط، يعني هذا أن 41500 كيلومتر مربع من الأراضي الساحلية العربية معرضة للخطر، وثلاثة فارز 2% من السكان مهددون إما بالموت أو النزوح. ففي مصر مثلا، ستغمر المياه ما بين 12 إلى 15% من دلتا النيل، أما البحرين فستخسر نحو 20% من أراضيها. كما سيواجه كل من المغرب وتونس والجزائر وموريتانيا وقطر والكويت والإمارات خطرا هائلا قد يؤدي إلى انهيار المجتمعات في تلك الدول. ومن المدن العربية التي تواجه خطر الزوال بشكل نهائي مدينة جدة في السعودية، ومدينة الإسكندرية في مصر، والبصرة في العراق. ومن المدن العالمية التي ستدمرها المياه هناك مدينة لندن، كما تعتبر جزر المالديف من أوائل الدول التي ستختفي بشكل نهائي. ويتوقع أن تظهر هذه التأثيرات على الكوكب بحلول عام 2100. وبينما تقوم المياه هنا بإغراق المدن وتتسبب بموت الملايين، فإنها على الجانب الآخر ستكون مفقودة ونادرة وتتسبب بموت الملايين أيضا، حيث أن الملايين من البشر لا يجدون ماء نظيفا للشرب. وبحسب منظمة يونسكو، يوجد نحو 2 مليار شخص يعانون من صعوبة الوصول إلى المياه، وقد يتفاقم الوضع بشكل كبير في المستقبل القريب. وبحلول عام 2050 سيزيد العدد ليصبح 5 مليارات. هذه هي قصة الماء باختصار، وقدرة إمكانياتها التدميرية. فهل سمعت هذه المعلومات من قبل؟